العصب السابع للكاتبة شمائل منور بالصفحة الأخيرة من التيار بعنوان نتابع في عزلتنا القصرية. تستهل شمائل هذه الزاوية بالقول احتفاء لافت حظيت به الصورة التي جمعت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارة حمدوك إلى ألمانيا. الاحتفاء ليس لأن اتفاقيات عظمى تم توقيعها مثلا، مصدر الاحتفاء واحد لا غير وهو الصورة نفسها التي أظهرت أن السودان بدأ يستعيد وضعيته التي فارقها لعقود. وتواصل فتقول ذات الاحتفاء حظيت به مشاركة حمدوك في اجتماعات الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى منذ سنوات طويلة يشارك فيها السودان بأعلى مسؤول. كما تمضي شمائل في هذه الزاوية فتقول وسريعا استدعت ذاكرة المهن الوطنية إصرار المخلوع على المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة في العام 2013 حينما قال مباهيا حجزنا فنادقنا، في إشارة إلى اكتمال الترتيبات ليتضح أنه غير قادر على السفر لأنه غير مرغوب فيه. وتستمر شمائل فتقول وذاكرة المهانة تكتظ بالمشاهد المؤذية لزيارات المخلوع إلى السعودية والإمارات والتي لا تحصى ولا تعب، ولا تزال صورة المخلوع بجواره طفل خلال حضوره سباق الفورمولا 1 بالإمارات شاهدة على التخريب الذي ألحقه البشير بصورة السودان والسودانيين. وتسترسل شمائل فتقول ما فعله البشير بالسودان يحتاج إلى نفير جماعي للتوثيق، لأن هذه الحقبة من تاريخ السودان استثنائية ويتعين علينا أن نضعها أمام أعيننا وأن تكون ماثلة على الدوام لتوظيفها. كما تختم شمائل هذه الزاوية وهذا التقرير بالقول ما ينبغي أن تنطلق منه خارطة علاقاتنا الخارجية هو المصلحة أولاً، مصلحة التي لا تنتقص مثقال ذرة من كرامتنا الوطنية. تحقيق المكاسب الاقتصادية ينبغي أن يأخذ الأولوية وأن ننأى بقدر الإمكان عن دائرة الاستسلام لخيار واحد وهو مع أم ضد.